بغض النظر عن الرئيس اللي راح يكون من احد الثلاث مرشحين، ان شاء الله يكون عن يمشي يتبع البرنامج اللي راح ينشر فيه، واللي راح النقاط اللي كاينه في البرنامج تاع المترشحين هذو، ان شاء الله تكون تكميل المسار اللي جاي. يكون الاقتصاد تاع الجزائر هو النقطه الاهم في مسار الجزائر من 2024 ل 2029 ان شاء الله. كشاب نامل في برنامج رئيس الجمهوريه القادم ان يركز على القطاع او المجال الاقتصادي الذي بدوره يحسن سيروره ويحسن الظروف المعيشيه لمختلف شرائح المجتمع، خاصه فئه الشباب التي هي معول عليها بقوه، خاصه ان الشباب اليوم يعي جيدا ويدرك جيدا المهام والمسؤوليه المنوطه به. انا اتمنى يعني من الرئيس القادم للجزائر الاهتمام بجانب الشباب والاهتمام الاكبر بالتنمية المحلية. اللي أنا ألح عليه كمواطن هو الارتفاع من قيمة الدينار. لا، إذا كان ارتفعت قيمة الدينار وبالتالي القدرة الشرائية راح تكون في المستوى الجميع. تمنيتنا إن شاء الله من الرئيس القادم تحسين الوضع العام للشعب الجزائري خاصة الشباب، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، كذلك تحسين الاقتصاد الوطني. نستنى منه الهناء، راحة البال، والبلاد تكون رايحة. هذا واش نستنى من الرئيس اللي جاي جديد. احنا ماذا بينا الشعب الجزائري كل يتحد وتقعد الجزائر مليحة. الفئة الشبابية يعني هي إن شاء الله الفئة اللي راها تكون ماشية في المستقبل، إن شاء الله ينظروا لها بعين الاعتبار، وتوفير الظروف الملائمة ومساعدتها والمرافقة تاعها. يعني احنا كفئة شبابية عندنا أمل إن شاء الله في الرئيس القادم، وأنه يوفر لنا الظروف ويساعدنا والمرافقة إن شاء الله.